نعم، بشكل عام الكثير من غالبية السوريين يتذكرون أنجيلا ميركل بخير، وتلقب هنا بماما ميركل. هي دافعت بصارمة عن سياسة فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين في وقت واجهت فيها انتقادات من داخل حزبها، من الأحزاب الأخرى، بل من عدد من الدول الأوروبية. طبعا 2015 استغل حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي المتطرف ذلك، ووصل إلى برلمانات الولايات والبرلمان الاتحادي، ما جعل ميركل نفسها تراجع بعضا من سياستها وتقول بأن سيناريو 2015 لن يتكرر. لحسن حظ ميركل أن غالبية السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا اندمجوا بشكل سريع، وجدوا فرص عمل، بل أكثر من ذلك هناك منهم من أسسوا شركات. مخاوفهم بأن من سيخلف ميركل سيكون له نهج صارم موجودة، خصوصا فيما يخص لم شمل العائلات، لأن الكثيرين لا يزالون يعيشون لوحدهم أو لا يزال أقاربهم سواء في سوريا أو في الأردن أو في تركيا، ويودون استقدامهم إلى ألمانيا، وعملية لم الشمل هي بطيئة كالسلحفات. يعني هذا فعلا من الهواجس الأساسية اليوم اللي عم بيعاني منها هؤلاء. ما الذي يتوقعونه من هذه الانتخابات، وما هي تطلعاتهم خلالها؟ طبعا إذا تحدثنا عن المهاجرين والأجانب بشكل عام، يأملون أن يتم التعامل معهم بالمساواة كالألمان. هناك الكثير من المهاجرين يقولون بأنهم يعيشون أو يعانون من العنصرية سواء في مكان الشغل أو عند إيجاد البحث عن سكن. والأحزاب كلها غالبا باستثناء البديل طبعا وعدت بأنها أيضا منفتحة على كل الثقافات، وكل شخص في ألمانيا مرحب به شرط أن يحترم القوانين. فيما يخص اللاجئين السوريين، هم أيضا يهتمون بملف أساسي، نظرة الخليفة المقبل لميركل للملف السوري بشكل عام، لإعادة الإعمار، وأيضا النزاع في الشرق الأوسط، لأن ذلك أيضا يهمهم كسوريين، وهم منقسمون ما بين العيش هنا في ألمانيا والعيش في سوريا كذلك. أحد المخاوف التي يتقسمها المهاجرون السوريون وغيرهم هو المخاوف من اليمين الشعبوي المتطرف، الذي يحاول استغلال كل جريمة أو كل خطأ يقوم به مهاجر لتعميم الشبهة على كل المهاجرين، ودفع السياسيين لتغيير سياسة الهجرة واللجوء. يعني تحديدا عن هذه الحركات اليمينية في الداخل، هل تتوقعون صعودا أكبر لها بالمرحلة المقبلة في ألمانيا؟ وكما نعرف هي حركات مناهضة للجوء بشكل عام. أكيد، 2015 قال أمين عام حزب البديل الشعبوي اليميني المتطرف بأن اللجوء كان هدية من السماء، واستغلوا أيضا تورط بعض اللاجئين في أعمال إرهابية حدثت في ألمانيا لتعميم الشبهة، وساعدهم ذلك على الوصول إلى البرلمان. الآن بسبب كورونا صار الانشغال ليس اللاجئ أو المسلم، بل كورونا، والمظاهرات التي خرج فيها اليمين هي للتنديد بإجراءات كورونا. قبل 3 أو 4 أيام، لسوء حظ البديل ولحسن حظ الأحزاب الأخرى، أن جريمة شنعاء حدثت في محطة لبيع الوقود، أن يمينيا متطرفا قتل البائعة داخل محطة البنزين لأن هذا الزبون رفض وضع الكمامة. وكما نعرف غالبية اليمينيين المتطرفين يرفضون إجراءات كورونا. هذا دليل على أنه حزب مستعد لاستعمال العنف وقتل الآخر، وهذا سيجعلهم يدفعون الثمن غاليا يوم الاقتراع. طيب، ستعتقد ربما أو تعتقد أنه ما يجري اليوم أو محاولة استغلال أحداث معينة سيكون فعلا لها تأثير على هذه الانتخابات؟ ما هي أجواء الشارع الألماني من هذه الجهة؟ نعم، هناك مثلا شيئان رئيسيان الآن حاضران في ذهن الألمان. تلكما الصورة للاشيت مرشح المسيحيين، وهو كان يضحك وقت الفيضانات، وأيضا هذه الجريمة الشنعاء، لأننا نعرف في خلال الحملة الانتخابية عندما تحدث أخطاء يستغلها الطرف الآخر، ولما تأكد بأن هذا الذي قتل طالبا
الذي كان يبيع في محطة للبنزين هو من أتباع حزب البديل اليميني الشعبوي المتطرف. هذا يجعل الكثير من الألمان يأخذون مسافة بينهم وبين هذا الحزب، وربما قد يصوتون أكثر للحزب المسيحي المحافظ، لأنه نعرف الكثير من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا هم في الأصل كانوا أنصار ميركل وتغيروا الوجهة بسبب ملف اللاجئين. طبعا الكل يأمل أن لا ينجح حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف، غالبية الألمان ضد العنصرية والتطرف، لكنه أيضا صوت لا يمكن تهميشه، والسياسيون صاروا يتحدثون معهم أيضا لأنهم يقولون الحديث معا أفضل من الحديث حول وعن بعضنا دون الدخول في حوار ديمقراطي. فيما يتعلق بأولويات الناخب اليوم، هل فعلا موضوع الهجرة واللاجئين لازال يتمتع بأولوية معينة عند الناخب الألماني، أو بعد أزمة كورونا وأيضا يعني موضوع تغير المناخ صار فيه هناك أولويات أخرى تأتي يعني قبل موضوع اللاجئين والهجرة على لائحة الأولويات؟ بكل تأكيد الآن كورونا قلبت الموازين، وصار الأهم أو شغل الألمان هو الاحتفاظ بعملهم. الكثيرون فقدوا وظائفهم، هناك البعض لا يستطيع دفع الإيجار، صحيح أنه يعمل ولكن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل كبير، هناك أيضا ملف الرقمنة والذهاب إلى اقتصاد يعتمد على الرقمنة أكثر، وهناك أيضا ما يخص اقتصاد رفيق بالبيئة، وهذا أحد أسباب نجاح أيضا حزب الخضر وتبوأ الصف الثالث في استطلاعات الرأي، يعني انشغالات تغيرت. لكن فيما يخص ملف الهجرة واللجوء هناك نقطة أساسية وحاضرة بقوة هي الملف الأمني. مثلا قبل أسبوع حاول مهاجرون خططوا للهجوم على كنيس يهودي، وهذا دليل على أن أيضا الهجرة والمهاجرين يمكن أن يتسلل في أوساطهم إرهابيون أو متطرفون، وهذا أيضا هم يشغل الألمان بأن تكون أعين السلطات الأمنية مفتوحة وأن لا يكون هناك تسامح مع كل من يريد الإخلال بالأمن العام. شكرا للإضاءة على هذا الواقع في ألمانيا اليوم، ننتظر وإياك لنشوف كيف حتكون النتائج. شكرا جزيلا لك من برلين الكاتب الصحفي عبد الرحمن عمار.